أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله بخضر. ونبدأ من صحيفة الأيام، حيث كتب الصحفي معين الصبيحي خبر عن معاناة جرحى الحرب الذين جرحوا وهم يدافعون عن الوطن في مختلف جبهات القتال التي ما تزال مستمرة ولم يحظوا بأي اهتمام من قبل أي جهة. وقال: الجرحى يشكون الإذلال وإهمال علاجهم في مختلف المستشفيات المحلية والخارجية، فقصص وحكايات كل الجرحى لم تنشر بعد عبر وسائل الإعلام، فهناك جرحى كثر عجزوا عن العلاج وشراء أقدام صناعية في ظل عجز أسرهم عن توفير لقمة العيش دون أن تتحرك الجهات المعنية اتجاه قضيتهم. وجاء في الخبر أن مصادر تؤكد أن أحد الجرحى في مستشفى النور بعدن حاول الانتحار تعبيرا عن غضبه وعن إهمال الجهات المعنية لهم. ذكر صحيفة الأيام في خبر خاص بأن باحث جنوبي قدم مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في اليمن عبر أهداف استراتيجية ومتوسطة الأمد وللمرحلتين الحالية والانتقالية، وتشكيل أدواتها السياسية المميزة من خلال خارطة سياسية شاملة. وخلصت المبادرة إلى ضرورة إعادة رسم خارطة سياسية جديدة لمنطقة الجزيرة العربية والخليج بالعمل على إنشاء اتحاد كونفدرالي تسبقه مرحلة انتقالية لتأهيل الجنوب واليمن سياسيا ولوجستيا. وتضمنت المبادرة أهدافا استراتيجية تربط اليمن بالمنطقة والإقليم، وأهدافا استراتيجية للمدى المتوسط لا تتعدى الخمس سنوات، إضافة إلى أهداف انتقالية لا تتعدى العامين تتضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. قالت صحيفة الأيام في خبر خاص بعنوان مكافحة الفساد، الحكومة امتنعت عن الرد بشأن المساعدات الإغاثية. وتابعت الصحيفة الخبر أن مصدر بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكد أن وزارة الإدارة المحلية والتي أوكلت لها مهمة رئاسة اللجنة العليا للإغاثة لم تتجاوب مع مذكرة موجهة من الهيئة، وطلبت فيها موافاتها بكشوف تفصيلي عن صرف المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال العامين الماضيين. وأشار المصدر للصحيفة إلى أن الوزارة في ردها على طلب هيئة مكافحة الفساد أقلت مسؤوليتها عن تلك المساعدات الإغاثية، موضحة أنها لا تستلم المساعدات وأن دورها إشرافي فقط. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت أن التحالف العربي في اليمن دمر 7 مرافق عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء. وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت السبت المنصرم 2245 عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيارة. وبين العقيد المالكي حسب ما ذكرت الصحيفة أن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية. واختتم العقيد المالكي تصريحاته بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار التزام التحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك التنظيمات الإرهابية لمثل هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي. كشف خبراء لجنة العقوبات على اليمن في تقرير جديد حصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط على نسخة استباقية منه أن شحنات من الوقود تصل بشكل غير قانوني من إيران إلى ميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا. وأوردوا معلومات مفصلة حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يرتكبها الحوثيون. وجاء في التقرير أن الحكومة وشركائها في التحالف
أحرزت تقدما كبيرا على الأرض ضد الحوثيين، علما بأن القيادة الحوثية استمرت في تعزيز قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتمكن الخبراء حسب ما جاء في التقرير من تحديد عدد صغير من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات واجهة تستخدم وثائق مزيفة لإخفاء التبرع بالوقود إلى شخص لم يذكر اسمه في القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة. ولكنهم أفادوا أنهم عثروا على أدلة أن الوقود قد حملت من الموانئ الإيرانية بموجب وثائق مزيفة تجنب عمليات التفتيش المطلوبة من قبل الأمم المتحدة، مؤكدين أن العائد من بيع هذه الوقود كان يستخدم لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وأشاروا إلى أن تهديد النقل البحري التجاري ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشرهم أسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والمتفجرات العائمة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالة للدكتور محمد علي السقاف بعنوان حتى لا تغطي الشجرة على الغابة في الأزمة اليمنية. وقال الكاتب في بداية المقال لا أتذكر مصدر هذا المثل، وإن كنت أرجح أن يكون مثلا فرنسيا، والذي يعني أن الشجرة مهما بلغت ضخامتها يجب ألا تحجب الرؤية عن منظر الغابة، وهو الأهم الذي يجب التركيز عليه في التوصل عبر المفاوضات إلى حل شامل للأزمة اليمنية. وأضاف الكاتب فإذا كانت الأمم المتحدة منذ نهاية 2011 لم تستطع التوصل إلى وضع إطار شامل للتفاوض لحل الأزمة اليمنية ولم تحقق في الأمور الفرعية إلا بعض الإنجازات البسيطة عقب مؤتمر ستوكهولم، فكم من الوقت والجهد سيستغرق التوصل إلى صيغة مفاوضات لحل شامل للمعضلة اليمنية والأبعادها الإقليمية والدولية. وتساءل الكاتب في الأخير هل الكرة في ملعب الأمم المتحدة وحدها أم أيضا مسؤولية استمرار الأزمة اليمنية مرتبطة بأطراف الصراع اليمني نفسه؟ وهل النخب لدى الأطراف اليمنية المتصارعة إذا حلت الأزمة ستكون جزءا من تركيبة السلطة القادمة أم أن دورها سينتهي بحل الأزمة؟ وإذا كان الأمر كذلك هل الحل السريع للأزمة سيكون في مصلحتها أم أن مصلحتها تكمن في إطالة أمد الأزمة؟ وإلى صحيفة البيان الإماراتية حيث قالت أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو أدانت قيام الميليشيات الحوثية بسرقة مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد الواقعة في القلعة التاريخية في مدينة التابعة لمحافظة الحديدة في اليمن. وأضافت الصحيفة أن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجري المدير العام للإسيسكو أكد أن سرقة هذا التراث يعتبر عملا إجراميا بحق التراث الحضاري اليمني ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه. ودعا مدير عام الإسيسكو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إلى التدخل لإجبار الميليشيات الحوثية على إعادة ما نهبته من مكتبة مدينة زبيد باعتباره جزء من التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، والتي تنص اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات نزاعات مسلحة على تجريم الاعتداء عليه. وفي موقع العربي حيث نشر تقريرا مطولا للصحفي رشيد الحداد تحت عنوان المضاربة بالعملة جريمة منظمة برعاية البنك المركزية. وجاء في التقرير كشفت وثائق مسربة من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية المعين من قبل الرئيس هادي حافظ ميعاد وقوف البنك المركزي في عدن مع عدد من كبار الصرافين وراء عملية المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلي. وأضاف التقرير الوثيقة المسربة تؤكد أن البنك المركزي في عدن وإلى جانبه عدد من كبار المضاربين منهم تجار مشتقات نفطية مقربين من هادي وعدد من كبار الصرافين يقفون وراء عمليات المضاربة الواسعة التي شهدها السوق اليمني خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي تسببت بتدهور حال الأوضاع الإنسانية وتآكل رؤوس الأموال للقطاعين التجاري والمصرفي في البلاد. كما تفيد بأن إدارة محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي محمد زمام أساءت استغلال طباعة قرابة تريليوني ريال
طبعت من دون غطاء، وقامت بأوسع عمليات مضاربة في السوق المحلي. وتابع التقرير، الوثيقة أكدت أن البنك وشركائه المضاربين لعبوا واستغلوا حالة عدم الاستقرار في السوق، وعملوا على إثارة مخاوف للمواطنين والتجار، وتمكنوا من كسب مئات المليارات من الريالات. واختتم التقرير أن الوثيقة كشفت بالأرقام حجم الفساد المدار من قبل البنك المركزي، اقتصرت على فوارق سعر المضاربة من الريال السعودي، وهو ما يؤكد أن أرباح المضاربين بقيادة بنك عدن من جراء التلاعب بالدولار تصل ضعف فوارق التلاعب والمضاربة بسعر الريال السعودي. وإلى صحيفة العرب اللندنية، حيث تناولت خبر يقول أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بدأ زيارة جديدة للمنطقة تشمل كل من صنعاء والرياض، هي الثانية له منذ التوقيع على اتفاقات السويد بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر المنصرمة. وتابعت الصحيفة أن زيارة غريفيث التي استهلها بصنعاء تأتي في ظل تعقيدات متزايدة تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في الحديدة، وفشل اتفاقات السويد التي لم يتحقق أي من بنودها على الأرض، بما في ذلك الاتفاق الخاص بالأسرى والمعتقلين الذي يعد وفقا لمراقبين أيسر الملفات لما يحمله من مصلحة مشتركة للطرفين. وعلق أحد المتابعين للشأن اليمني بالقول أن غريفيث الذي كان يسعى لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين أصبح بحاجة لترميم الثقة بين كامريت والحوثيين. واتهم تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى باستغلال الهدنة في الحديدة لإعداد لجولة قادمة من الحرب. وقال المعهد في تقريره، المعلومات التي يوفرها التصوير من أعلى تظهر أن الحوثيين قاموا بحفر ما معدله 25 خندقا جديدا، وإقامة 51 حاجزا، وحق الألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. قال موقع العين الإخبارية أن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعلن أنه تمكن من نزع نحو 38 ألف لغم زرعت من قبل الميليشيا الحوثية الإنقلابية في أوقات سابقة. وقال المركز في بيان له، إن فرقة تمكنت من نزع 37,733 لغما حوثي منذ بدء عمل المركز في اليمن. وأضاف المركز أن من بين هذه الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي 5,698 لغما تم نزعها من قبل المشروع خلال شهر يناير. ويشار إلى أن مشروع مسام بدأ عملياته باليمن في شهر يونيو حزيران الماضي، وتمكن من انتزاع هذا العدد الكبير من الألغام التي زرعها الإنقلابيون الحوثيون بشكل مكثف في العديد من مناطق البلاد. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة البيان الإماراتية. بهذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية، مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، حتى الملتقى لكم من أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.